لمحة واحدة بطرف العين كفيلة بأن تقودك نحو تمييز اثنتين من أشهر العلامات التجارية بالعموم، الرياضية بالخصوص نايكي وأديداس، الشركتان اللتان تتميزان بشعاريهما المميزين، وخلف كل شعار حكاية. الأخوان داسلر لصناعة الأحذية، كان هذا هو اسم الشركة التي أنشأها الأخوان أدولف ورودولف داسلر قبل أن تتفرق بهم الطرق كل في طريقه نحو أديداس وبوما. أدولف داسلر الأخ الأكبر الذي كان يطلق عليه من باب الدلع آدي، أراد مسمى خاصا فدمج مطلع اسمه مع مطلع اسم عائلته لتبصر أديداس النور. وقد مر شعار الشركة بكثير من التعديلات على مر السنوات، لكن محوره لم يتغير. ثلاث شرائط بشكل هرمي يشبه السلم، يقول عنه ممثل الشركة أنه يمثل العقبات والمحطات التي يمر بها أي رياضي في طريق وصوله نحو القمة. إلى نايكي، الشركة التي بدأت تحت مسمى بلوريبورن للأحذية الرياضية، شركة بسيطة تستورد الأحذية من اليابان وتبيعها في أرض العم سام. قبل أن يقرر فيل نايت أحد المسؤولين رفقة آخرين الانطلاق بمشروعهم الخاص نايكي عبر قيل وقال، بلغ فيل نايت أن كارولين دافيدسون الطالبة بجامعة بورتلاند موهوبة في الرسم وتعتزم المشاركة في درس للرسم بالزيت، لكن سوء الحال جعل ذلك محالا. قدم فيل نايت عرضه البسيط المغري لجميع الأطراف، دولاران في الساعة لكارولين في مقابل قيامها بتصميم شعار لنايكي يحاكي ببساطته شعار أديداس. قبلت كارولين العرض المقدم لها، واستغرق تصميمها لتلك الصح 17 ساعة، تقاضت عليها 35 دولارا، وما لم تكن تدركه آنذاك أنها تقاضت كذلك تخليدا لاسمها كمصممة شعار واحدة من أعرق وأشهر العلامات التجارية في العالم كله.